مرحبا، معكم سلوان إبراهيم، لجنة الحكم، وورد أرت كولكتور إنكوبيتر. اخترت لليوم لوحة للفنان الشاب أنتوني أبو جودي. عالكن ليش اخترت اللوحة لأنتوني أبو جودي؟ لأن أنتوني أبو جودي بعد الشاب أول طلعته منموية طالعة، عم بحاول يعبر عن الحرية اللي هو عم يطلبها من نفسه بالشغل وبالحياة عم بيعبر عنها بكل كسر كل الحواجز وعم بكب من حاله على اللوحة. هالحرية هي بتيجي بعد شعور بهيمنة القوانين وبهيمنة الضوابط، بس ما بدنا اياها تكون فوضى. مشان هيك بنتمي هذا الشغل لمدرسة ألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، بينتمي للمدرسة الأمريكية. نعرف كثير فنانين اشتغلوا بهالطريقة هيدي، بس أنتوني شاب بعده عمره 22 سنة وعم ببدي عم يعمل شغل حلو. أنا بكفي شجعه وبشجع كل المشتركين بهالبرنامج يداوموا على شغلهم وعلى بشجعهم يعني يكونوا معنا ويضلوا معنا. ميرسي، شكرا.